مشاهدينا الاعزاء، اهلا وسهلا بيكم وبتجدد لقائنا وحلقه جديده النهارده من برنامجكم نور الحياه. النهارده موضوع الحلقه مهم جدا ومختلف، واحنا النهارده معانا صاحب، يعني هنقول ايه، شاب مهندس مدني، بس هو معجزه اللي هي من ربنا فعلا، ان هو فعلا يعني نقله من الموت للحياه مره اخرى، ومع ذلك هو ما حبش، يعني سبحان الله ربنا وقف جنبه، اصابه اصابات كثيره جدا جدا جدا، لكن برضو الحمد لله ربنا كان معاه. يعني زي ما قلت في بدايه الحلقه، هي معجزه اللي هي فعلا ان ربنا نجاه. يعني شاب مهندس مدني كان بيباشر شغله في رمضان بعد صلاه التراويح، وفجاه يقع منه الدور السابع في منور ضيق جدا، سبحان الله، وبرضو الحمد لله ربنا كان معاه ونجاه ولطف بيه، ومع ذلك يعني هو برضو ما اقتصرش، عمل عمليات كتير، و يعني حالته كانت صعبة جدا جدا، ومع ذلك الحمد لله عشان عنده عزيمة وإرادة قوية جدا، وحب برضو ان هو يتغلب على كل حاجة وعلى المحنة وعلى إصابته وعلى كل شيء، حب ان هو يعني يرجع يقف تاني على رجله. والحمد لله طبعا بدعاء بابا الله يرحمه، طبعا الله يرحمه هو كان السبب برضو في نجاته، لانه طبعا كل كان قاعد يدور عليه، طب فين البشمهندس، فين، محدش كان يتخيل ابدا ان هو يسقط من الدور السابع في منور صغير جدا، انما طبعا عشان بابا كان معاه يعني جرى على طول فجاه، وحب ان هو قال لهم لا انا ابني اكيد في المنور، فكل قاعد يقول طب ازاي يا بشمهندس في المنور، ازاي والمنور ضيق جدا، ازاي ده ما ياخدش طفل صغير يعني، قال لهم لا انا ابني في المنور. فالحمد لله لولا بابا يعني الحمد لله سارع بسرعه وفتح المنور، يعني نجاه فعلا، كان نجاه، لان كان فعلا لو ما كانوش اسرعوا فيه كان زمان، يعني الحمد لله ربنا يديه الصحه وطول العمر يا رب ويخليه، كان زمان طبعا كان في وضع غير الوضع. فطبعا الحمد لله ربنا نجاه وعمل عمليات كتير جدا، وبرضه هو نموذج مشرف لاي شاب. احنا بنقول كل الشباب دلوقتي اللي هو بصحته وما عندوش اي حاجه بيقعد على القهاوي مش عارف ايه، مش عايز يشتغل، هو بسم الله ما شاء الله بالرغم كل الظروف اللي حصلت له ومر بيها، انما هو برضه الحمد لله بيكافح وبيشتغل وبيكمل مسيرة بابا اللي هو مهندس مدني إنشاء. فالحقيقة يعني أنا حبيت طبعا أن احنا يكون النهاردة نجيبه معنا من خلال برنامجنا، عشان برضو كل السادة المشاهدين ويشوفوا والشباب برضو يشوفوا برضو المعجزة الإلهية اللي معنا النهاردة. هنرحب بالمهندس الشاب اللي معنا النهاردة، البشمهندس إسلام محمد أحمد، اسلام محسن احمد موسى، مهندس مدني وايضا ديزاين جميل. طبعا احنا عارفينك يا استاذ محمد، نورتنا يا استاذ اسلام، نورتنا. يعني بص انا متلخبطه، لان انا بص انا يعني انا الموضوع، انا لما شفتك الحمد لله الحمد لله هي معجزه الهيه الحمد لله، ودخلت عليا الحمد لله، عارفه ان انت عامل عمليات كتير بس برضو ارادتك مش عايز تمشي على عصايه، ما فيش حاجه، الحمد لله يا رب، ربنا يحفظك يا حبيبي يا رب. شرفت بيك النهارده حبيبي. طبعا معايا النهارده برضو منورانا في الاستوديو البشمهندسه حنان فتحي محمد، منورانا البشمهندسه حنان والده البشمهندس اسلام. أيوة الحمد لله. فيعني يعني هو موضوع صعب جدا، يعني انا والله نفسي عارفه هي يعني في ذهول، يعني طبعا كل اعوذ برب الفلق ان هو الحمد لله ربنا حيهولك تاني طبعا بعد الحمد لله، دي معجزه من عند ربنا الحمد لله. في البدايه كده بقى يعني حابه حضرتك هتبتدي ولا اسلام؟ لا اسلام يبتدي. اسلام بقى كده يعني قول لنا بقى ايه، يعني انا بص انا مش متخيله وانت نازل كده من الدور السابع مع نفسك، يعني ايه احساسك وايه اللي حصل بالظبط، يعني احكي لنا الموقف. يعني الحمد لله رب العالمين، يعني طبعا في البدايه بحب اوجه كل الحب والتقدير والشكر لبرنامجنا، برنامج نور الحياه وكرامه الصحه والجمال. شكرا على الاستضافه الغاليه لينا. وطبعا في بدايه اي كلام حقيقة أستاذ إسلام، يعني أنا كان نفسي بجد، يعني لأن أنت فعلا ما شاء الله، أنت عشان معجزة إلهية ما شاء الله، كمان السوشيال ميديا والموضوع بتاعك انتشر على قنوات كتير جدا، فأنا برضو كان ليا الشرف إن أنتوا تكونوا معانا النهاردة. يعني إحنا لينا الشرف. الله يخليك، شكرا لك. شكرا. فطبعا في بداية أي كلام يعني بحب أدعو جميع السادة المشاهدين، جميع متابعينا ورا الراديو، جميع الحضور وجميع طاقم العمل، أن يدعوا بالرحمة والمغفرة الواسعة لوالدي الغالي الخلوق، أعظم أب في الدنيا، بالرحمة الواسعة والمغفرة الواسعة، ألف رحمة ونور عليه، الأستاذ الدكتور محسن أحمد موسى، أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية، وعلم من أعلام محافظة المنوفية بلا فخر. طبعا يعني المحنة اللي أنا مريت بيها محنة، يعني هي مش محنة، هي معجزة إلهية. هي معجزة إلهية، يعني هي ما نقدرش نقول هي مثلا حادث طبيعي، لا هي معجزة إلهية بجميع الطرق. يعني أكيد طبعا أنا كنت في سنة 2017 في نص شهر رمضان، كنت لسه متخرج، كنت يا دوبك بقالي سنة بالظبط، يعني
سنه ما اتخرج كنت بمارس عملي اثناء شهر رمضان. يعني انت اتخرجت 2016 والحادثه حصلت 2017. 2016 والحادثه حصلت في منتصف شهر رمضان 2017. كنت بستلم شغل طبعا كان في الليل، فطبعا الليل ما بيبقاش فيه اناره كامله قوي، فطبعا الواحد لو ماشي على السقف بتاعنا ما تميزيش بين السقف وبين المنور لو حضرتك مش مركزه النظر في السقف، او بالذات ان ما فيش سور. بالظبط بالظبط. فاثناء يعني ايه رجوعي عشان انزل بعد استلامي للشغل حصل ان انا وقعت في المنور، اصغر منور في البرج، متر في متر ونص، يعني ده شيء قدره الهيه ان ربنا يوقعني في النص بالظبط. سبحان الله، ما بيقول يعني كل كان بيقول لباباك الله يرحمه فعلاً منور فعلاً ما ياخدش حد استحاله يكون وقع فيه. اصغر يعني منور في البرج وقعت في منتصفه بالظبط، دي برده هندسه من ربنا يعني. هو رايد ان يكون ليها عمر جديد وبدايه جديده. فوقعت طبعا، وبمعجزه الهيه اخرى طبعا كان عندي كسور كتير جدا في رجلي اليمين، كسر في الفخذ وكسر في الساق، كسر مضاعف وخلق كامل في الكاحل الايسر. وطبعا كان في كدمه كامله في الصدر، يعني اكيد الرئه الشمال في الاشعه ما كانتش باينه اصلا من الكدمه اللي انا خدتها. اكيد الحمد لله. وكان عندي مشكله في الفقره الثالثه من الظهر ومشكله في العصوص. انا عارفه ان انت اخذت بدر وفتره علاج طويله جدا. طبعا انا قعدت سنتين كاملين في السرير، منها علاج ومنها جلسات علاج طبيعي الى اخره، لحد ما وقفنا فيها على رجلينا. فهي كانت معجزه الهيه طبعا، كان الفضل كل الفضل ربنا عز وجل. ثم لوالدي الغالي الله يرحمه الاستاذ الدكتور محسن احمد موسى، هو اللي قام وجه وساعدني وانقذني للحياه مره ثانيه عشان اكمل المسيره. فالف رحمه ونور عليه، يعني هو كان ليه كل الفضل في حياتي، في وجودي عامه، في وجودي قدام حضرتك دلوقتي برضو في البرنامج. الله يخليك. فضله علينا في كل شيء في حياتنا. وطبعا الفضل كل الفضل برضو يرجع لعيادات والدتي المشمهندسه اكيد يعني حنان فتحي دراز. يعني انا لما سمعت القصه بالمهندسه يعني ما كنتش مصدقه صراحه في طبعاً الاول. طبعا ست الكل يعني طبعا بفضل برضو دعواتها ليا ووقفتها جنبي، يعني ربنا نصفنا ورجعنا تاني للحياه بافضل صوره الحمد لله. اكيد طبعا بدعواتها طبعا. اكيد طبعا. يعني انا برضو عارفه يا باشمهندسه، هنرجع لك تاني استاذ اسلام. انا عارفه طبعا يا باشمهندسه ان انت يعني وهو نازل انت كنت مش عايزاه ينزل، عماله لا ارجع. طب تروح ليه في حاجه بس مش عارفه في ايه. احكي لنا بقى يعني برضه يعني المشوار معاه. انا عارفه ان هو خد مشوار طويل جدا برضه في العلاج. يعني احنا خلاص المستشفيات بقوا عارفيننا، يعني خلاص قاعدين هناك، لان الولد عمل حوالي 4-5 عمليات ولسه عندنا برضه تكمله عمليات اللي هي عمليات الليزر اللي هي تجميليه بس. تجميليه لكن الحمد لله احنا كنا فين وبقينا فين. يعني يعني انا عندنا ناس كتير من الوطن العربي والله ما نعرفهم، اتصلوا بينا عرضوا انهم ينقلوا الولد بره او يعالجوه او كده، بس للاسف كان ضغطه 50/40، ما كانش ينفع يتنقل بره المنوفيه اصلا. فما عرفناش حتى نوديه القاهره. فالحمد لله ربنا، يعني دي معجزه من عند ربنا طبعا. ان هو قومه لنا تاني يعني. احنا عانينا صحيح الثلاث سنين اللي فاتوا جدا، لان الولد نفسيته كمان بقت وحشه قوي قوي قوي. شاب برده لسه متخرج وفجاه يقع. اكيد برده يعني موضوع الوقعه دي برده حطمته نفسيا وخلته ان هو كمان يعني خلاص مش عايز يكمل المهنه. مش عايز بقى، لا خلاص مش قادر اطلع بقى بعد كده اباشر انشاء او بعديها، يعني ما بقاش ليا حافز للمهنه. وكنت فعلا في الطريق ان انا اترك المهنه نهائي. بس طبعا في وجود طبعا والدي الله يرحمه، الاعجاز كله كان معاه. الله يرحمه. يعني عارفه ان هو مات كده يعني من قريب يعني. والدي الدكتور في كليه الهندسه عندنا الدكتور محسن موسى، ده عالم من اعلام جامعه المنوفيه. يعني معروف يعني. كان استشاري لجامعه المنوفيه في المباني الايله للسقوط وكده على غفله، بس يعني مش عارفين لحد دلوقتي والله، مصدومين يعني مش مصدقين يعني. فهو اسلام بقى حب يكمل المسيره بتاعت بابا بقى يعني. اكيد طبعا بقى. يعني احنا يعني بقول له يعني بندعمه ونقول نقف على رجلينا تاني. بس يعني حادثه وحشه. يعني هو الحادثه وحشه الحمد لله جدا. بس انا عارفه برضو ان هو الحمد لله يعني الحمد لله قوي. يعني اتغلب فعلا عن المعجزه اللي هو فيها وعلى تعبه يعني بالاراده والعزيمه. والله كان ايمانه قوي جدا حقيقي. هو لو ما كانش برضو والله كان الولد ايمانه قوي جدا. يعني بصي اراده قويه وعزيمه ما كانش اتغلب يعني. لا صعب. بصي اللي انت فيه ده يعني كويس ان انت قدرت تطلع منه يعني الصراحه. يعني دخل عمليات كتيره جدا وكان يا حبيبي ثابت يعني ثابت. كنت مستغرباه يعني لو انا كنت النهارده. هو كان ثابت يعني. قوه في روح والدي الله يرحمه ان هو يشوف ابنه في الموقف ده، موقف صعب جدا على يعني على اي اب وام. مش تخيل بقى ان هو كمان يعني كان انت ما كنتش عايز تنزل وهو مش عايزك تنزل يعني. ومامتك صوره ورده معانا عليها الله يرحمه. ايوه باشمهندس الله يرحمه يا رب. الف رحمه الله عليه.
ربنا يرحمه ويجمعنا بيه على خير في جنات النعيم باذن الله. يعني برضو هو يعني برضو تحس ان انا عرفت من مامتك ان انت اصلا ما كنت عايز تنزل ولا تروح المشوار ده، بس هو كان بيصمم، فبرضو تلاقيه من جواه برضو احساس يعني انا السبب، وانا اقول له انا السبب، انا اللي كنت بتصل بيه بالتليفون. يقول لي لا ده انا اللي قلت له اطلع سهل. انت كنت بقى معاها لما انا كنت معاها التليفون ساعه ما وقع، وبعدين الخط قطع فجاه قبل السقوط المباشر، ما فهمتش فيه ايه يعني. بس انا ايه، هي بقى تلاقيها عيني حاسه. انا قلت ربنا قالت بقى انا انا بقيت اقول والله انا يعني انا قعدت حوالي 10 ايام عندي شلل نصفي ما بتكلمش من مفاجاه. يعني انا اقول انا السبب، انا اللي كلمته في التوقيت ده، وبابا يقول انا السبب، انا اللي قلت له اطلع استلم الشغل. لكن هو امر الله في الاول وفي الاخر، والحمد لله هو نصيب والحمد لله قدر الله. يعني وكان برضو امتحان من ربنا سبحان الله. امتحان كبير وعدى على خير وبلاء كبير. الف حمد وشكر يا رب. الحمد لله يعني الواحد حاليا في احسن تقويم. الحمد لله الحمد لله يا حبيبي. ما انا بقول لك انا يعني انا لما لقيتك جاي فبسم الله ما شاء الله يعني كل اعظم رب الفرج، لقيتك جاي داخل عليا ما تخيلتش يعني. ما بيحبش يمسك العكاز كده يعني، بيقول لي لا لا بس كده الحمد لله يعني. انت الحمد لله يعني هو بيقول بضغط على نفسي عشان ما امسكش عكاز في ايدي وانا ماشي، انا بتضايق نفسيا. فبقول له خلاص الحمد لله. باشمهندس اسلام يا باشمهندسه حنان يعني مثال كل الشباب. الحمد لله يا ريت فعلا والله انت تكون قدوه لكل الشباب بتوع الزمن اللي احنا فيه ده. بسم الله ما شاء الله شخصيه مؤدبه محترمه متفوق كمان في دراستك يعني. وعندك عزيمه، عندك عزيمه واراده، وحابب ان انت بتكمل برضو مسيره شغلك وتخرجك، مش عايز تضيع برضو سنين شغلك دي كلها كده. اكيد يا فندم طبعا يعني. من خلال برنامجنا يعني برسل رساله لجميع الناس الشغالين في مجال الانشاء، نحاول نقفل اي فتحه موجوده في الشغل بتاعنا عن طريق سور من الطوب الاحمر حفاظا على الارواح. لان طبعا ثلاث ارباع الشركات المقاولين ما بيبقاش فيها نظام سيفتي كافي ان الواحد يبقى متامن من جميع النواحي. فيعني بداوا جميع الناس المقاولين ان احنا في شغلنا كله عامه مناور فتحات بتطلعوا مأموريات بالليل طبعاً. فطبعا الدنيا ضلمه شغلنا يعني قابل للمخاطر بشكل كبير جدا. فنحاول نقفل الفتحات قدر الامكان حفاظا على الارواح. اكيد طبعا يعني وطبعا يعني ربنا ما حدش يشوفها يا رب. يعني انا الحمد لله ربنا كان احساس صعب. كان احساسك ايه يا باشمهندس وانت نازل كده يعني؟ والله يعني ربنا يعني رمى في الواحد القوه والصبر ان هو ما يحسش باي شيء خالص. يعني سبحان الله فعلا يعني فعلا ما حسيتش باي شيء غير لما فقت. وطبعا بقدرة إلهية قدرت ان انا اتحرك بجميع تكسير جسمي للموبايل وفتحت على برضه دي موجوده من عند ربنا سبحان الله. الموبايل يفضل سليم الموبايل سليم يعني ما يتكسرش علشان برضه يعرفوا يتوصلوا ليك. يعني مجرد ما باباك رن يعني انت في ساعتها رديت عليه. كنت برد على والدي يعني التاتش كان شغال، رديت على والدي وهو داخل عليا. يعني والدي كان قاري الموقف اللي حصل لي. أيوة. عارف ان خلاص اسلام وقع في المنور. يعني هو كان جاي عليا وانا برد عليه في التليفون. يا سبحان فيعني الله. سبحان من بعث جواه حتى المكان اللي انا موجود فيه. يعني حتى شوف ربنا وقف جنبك تعالى. يعني انا بص الموبايل هنا على الترابيزه هيقع كده هيتكسر ساعتها. يعني تخيل انت برده معجزه ربنا عشان يفضل واقف جنبك ولسه برده. هي معجزه الهيه سبحان الله. يعني ليك عمر برده الحمد لله. ربنا يديك العمر كله يا رب. موبايل يعني دي طبعا حاجة 21 متر. انا واقع من الدور السابع 21 متر. الحمد لله دي معجزة من عند ربنا. بس يعني الحمد لله والله باشمهندس انا حاسة برضو ان انت ما شاء الله يعني عندك عزيمة وارادة الله اكبر. يعني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ان الحاسة يعني ما اثرتش عليك برضو. اثرت بس هو اسلام دلوقتي بدأ يتقوى في ظروف بابا ده يعني اللي حصلت لنا على غفلة دي. هو الولد حس ان بابا كان عايز انه يستكمل فعشان كده هو بيحاول انه يقف على رجليه. يقف على رجليه. والدي يستحق ان انا اكمل. يعني والدي كان علم من اعلام محافظة المنوفية. الف رحمة ونور عليه. ربنا يجمع انا بيه على خير يا رب. فلازم ان برضه الواحد يكمل ورا المسيره. مش بالسهل ان انا اسيب اسم والدي كده. لا وبالذات يعني ان هو كمان يعني قاعد معاك وكان قاعد مستني تخرجه وفارغ الصبر عشان برضه تسنده في الشغل وتكون مش معقول بقى يعني بعد تعب باباك ده كله. انت طبعا عشان يعني موقف الحادثه هتتخلط برضه يعني سنين برضه الدراسه دي كلها. الهندسه مش كليه سهله. انا عارفه ان هي بتكون صعبه برضه يعني. بس انا عارفه برضه الحمد لله ان انت بدات تتغلب برضه الحمد لله وبدات تنزل شغل الحمد لله. يعني انا كنت باشر شغلي من خلال المكتب. حاليا بقى مكتب وموقع. ويعني ربنا يجعل الواحد خير خلف لخير سلف. يا رب. ويا ربنا يرحمه رحمه واسعه يا رب. واقدر ان انا اكمل مسيرته اللي كان دايما بيحلم بيها يعني. واحنا برضو والله يا باشمهندس اسلام بنطالب كل المشاهدين النهارده، كل رجال الاعمال وكل الشركات الكبيره اللي معانا النهارده اللي هم يعني الحقيقه النهارده معانا شاب يعني متميز جدا، صاحب اراده قويه وصاحب عزيمه رغم الحادثه اللي هي حصلت له. ان هو ما حبش برده ان هو يعني
خلاص انا خلاص حصلتي حتى لا انا هقعد في البيت، لا بالعكس هو بيكافح وبيشتغل. فطبعا النهارده برضو نداء من برنامجنا نور الحياه لكل الشركات الكبيره، لكل رجال الاعمال، لكل المهندسين، لكل رئيس الجمهوريه، عايزين برضو ان احنا نقف مع الشاب اسلام النهارده من خلال برنامجنا. وطبعا الرقم ما هيكون متواجد على الشاشه، اي حد من الشركات او رجال الاعمال حابب برضو ان هو يتواصل مع الباشمهندس اسلام طبعا هيكون متواجد ان شاء الله باذن الله. فتقول لنا برضو انت يعني خططك ايه بقى ان شاء الله كده المستقبليه؟ يعني والله انا حاليا في هذه الفتره الحاليه طبعا بعد موقف والدي الله يرحمه قدمت في كذا جهه حكوميه على اساس ان انا يعني يبقى ليا وظيفه ثابته يوميا باذن الله. فاتمنى ان الدوله هنا توفر لي وظيفه يا رب ان شاء الله من خلال برنامجنا ده النهارده ان شاء الله. يعني نتمنى يعني ان صوتنا يوصل لكل المسؤولين ان هم ان شاء الله برضو، لانك انت بسم الله ما شاء الله يعني شاب عندك عزيمه واراده قويه وحابب ان انت تشتغل برغم يعني الموقف اللي هو حصل لك، مش فارقه معاك بس انا حابب اكمل مسيره والدي. ساعات المواقف هي اللي تجبر الواحد ان هو يمشي في طريق ما فيهوش رجعه. فانا قدمت في كذا جهه حكوميه وبتمنى من الدوله ان شاء الله يتم تعييني في احد الجهات الحكوميه ان شاء الله باذن الله. ويعني يا رب دايما ربنا يقدرنا كده على فعل الخير ونكمل مسيره والدي باذن الله على كل خير ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله باذن الله. برضو تحكي لنا برضو تقول لنا يعني انت ايه رايك بقى في كلام اسلام وايه اللي انت حابه بقى ان هو يكمل؟ انا مبسوطه طبعا ان هو بيكمل مكان بابا يعني لان دي حاجه كانت رغبته هو من زمان، وانا كمان كان على انه يشين على الوالد والمسؤوليه شويه، فدي طبعا رغبتي ان هو يكمل ببقى مبسوطه. بس هو دلوقتي انت عارفه في مكتب خاص، برضو المكتب خاص مش يعني ما بيبقاش للزمن يعني. فهو قال يا ماما عايزين نقدم في حكومه، قلت له نقدم على اساس انها او شركه كبيره انت عارفه احنا قلت له ما فيش مشكله، لان هو دلوقتي انت عارفه معايا بنوته لسه في ثانيه فنون تطبيقيه، فهو دلوقتي بقى عامل لها الاب والاخ. فقال قلت له لا يا بابا انت كمل شغلك واختك معانا يعني احنا وراها يعني مش شرط ان هو يقعد لها يعني. لا لا طبعا هو يمشي في شغله بس وان شاء الله ربنا يكرمه ما دام هو عايز. انا حابه ان هو عايز تبقى من داخله ان هو عايز لانه كان متعقد طبعًا جدا. اكيد طبعا. بصي حضرتك يعني موقف هي صعبه هي صعبه يعني هو الحمد لله ان هو بدا يقوم يقف على رجليه ويبص للدنيا تاني ويبقى عنده اراده ويعني يعني كده الحمد لله. صحيح الحمد لله قوي، هي معجزه من ربنا والحمد لله ان ربنا يعني كملها لنا على خير ووقفه على رجليه تاني. فالحمد لله نشكر ربنا يعني الحمد لله قوي. الحمد لله. ايه بقى اللي انت بقى بتتمنيه له بقى؟ طبعا يا باشمهندس انا عارفه برضه انا عايزه اشوف احلى مهندس. انا عارفه ان حضرتك كنت برضه مترشحه. انا كنت مترشحه لمجلس الشيوخ السنه دي على محافظه المنوفيه، بس طبعا عشان الظروف اللي حصلت انا ما قدرتش الحقيقه، لان الدكتور موضوع الدكتور ده كان قبل الانتخابات بحوالي 15 يوم وللاسف هو اللي طلب. ما شاء الله انت يعني من الشخصيات المعروفه المحبوبه هناك. ما هو انا والله جاني 15000 صوت ما خرجتش. ما انا عارفه ان انت بس رجعتي من نص يعني الدكتور هو اللي صمم، هو في المستشفى ودخل ما كانش تعبان يعني. هو يعني قال للممرض اللي عنده قول يكلم المدام وقول لها لازم تكمل لان انا كنت هنتعب. فانا ما خرجتش حقيقي للناس خالص، بس برغم ذلك جالي 15000 صوت و200 يعني عدد كبير جدا يعني، وانا ما خرجتش خالص للجمهور. فانا بس مني بطبيعه شغلي برده ماسكه محافظه المنوفيه والغربيه في الابار، معروفه مع الناس وانا بحب الناس والناس بتحبني. شخصيات جميله الحمد لله يا حبيبتي ربنا يخليكي. ده يعني وانا سعيده النهارده احنا اصلا احنا اسعد والله حبيبتي يعني حبيبتي جد يعني واسلام زي ابني يعني ربنا يخليك يا حبيبي دي فرصه سعيده. الحمد لله ان هو ربنا يعني شفاهولك وعفاهولك. وطبعا يعني ان شاء الله ربنا يرزقك برضو اكيد بالخير يعني. بص هو ربنا وقف معاك في الكبيره فاكيد الصغيره ربنا عمره ما يحل عنك يعني. احنا معجزتنا الكبيره ان ربنا قومهم لنا بالسلامه فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله. تحب تقول ايه بقى يا اسلام كده؟ معلش هو الوقت بيخلص معايا بسرعه يعني انا اسفه. يعني احب اقول ايه بقى كل لاي شاب فاقد للاراده فاقد للعزيمه يعني دايما بص للي اقل منك وقول الحمد لله. دي اهم حاجه. الحمد لله. الواحد طول ما بيبص للاقل منه عمره ما هيتعب ابدا. انا يعني حصل معايا معجزه الهيه. أكيد. انا من انسان ما فيش انسان الحمد ميت لله. الحمد لله. لعمر جديد. فبداوا كل الشباب ما اوعى تحبط في يوم من الايام، اوعى عزيمتك تقل، خليك قد المسؤوليه قد الاراده وباذن الله ربنا هيكون كاتب لنا اللي الاحسن من اي حاجه. اكيد يا حبيبي يعني. وبرده انا من برده من خلال برنامجنا النهارده بنشهد رئيس الجمهوريه ان هو برده يشملك من ضمن 5% من ضمن ذوي الاحتياجات الخاصه. أكيد أكيد. وان شاء الله صوتنا يوصل وتحقق كل اللي انت بتتمناه ان شاء الله يا حبيبي، ويكون لنا لقاء تاني معاك برده باذن الله وانت بتكمل مسيرتك ان شاء الله باذن الله يا حبيبي. شرف تحب برده تضيفي ايه كده يا باشمهندسه حنانه؟ للاسف والله الوقت جه. لا يا حبيبتي هو الوقت ربنا يخليكي حبيبتي. بس انا سعيده
ان انا والله شفته قدامي. ربنا يخليك الحمد لله. اصدقاء بقى لنا سنين وعارفه عن الحادثه وكنا من الحمد لله. بس الحمد لله انا فرحت ان انا شفته النهارده كده الحمد لله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. دي معجزه كبيره حبيبي. يعني متشكرين جدا لاستضافه البرنامج. هو يعني هي انا بطلب من السيد الرئيس لو نقدر ان احنا ندخل الاسلام في ضمن ال 5% من ذوي الاحتياجات نظرا لظروفه دلوقتي. بس يعني كلنا بنضم يعني مش مطلوب اي حاجه حقيقي يعني الحمد لله ان ربنا اومنا بس برضه ان هو عنده اعاقه في رجله شويه بسيطه فرق بس بين رجل عن رجل نظرا لانه متاخروا في العمليه الثانيه عن اجراءها لان بتقولي الكاحل الكاحل مفيش كاحل الرجل الشمال كان في الناحيه الثانيه فالحمد لله بعد عمليات كتير الحمد لله انا شايفه الحمد لله بس بقى عملت فرق بالطول سنه بس هي بين مش ملحوظه لكن مش ملحوظه مش ملحوظه لا الحمد لله. لله يعني الحمد لله فنحمد ربنا ويعني ربنا يوفقه ويكتب له الخير يا رب ان شاء الله. وبرضه بنقول في الختام نتمنى من كل الشركات ورجال الاعمال اللي شافت اسلام النهارده رقم متواصل على الشاشه ان شاء الله يا رب كده يكون له نصيب معاهم باذن الله حبيبي ان شاء الله كده ونقابلك بقى ان شاء الله في حلقات ثانيه ان شاء الله بقى كده وانت بقى صاحب شركه كبيره ان شاء الله تكمل مسيره والدك اسمع حضرتك ربنا ان شاء الله ربنا يبارك في الختام تحب تقولي كلمه لا بشكركم جدا وبشكر قناه الصحه والجمال وبشكر كل السوشيال ميديا اللي اتكلموا عن اسلام انا عارفه فعلا الموضوع كان منتشر فعلا على السوشيال ميديا كتير وفي فعلا ناس كتير فعلا كانوا عملوا لقاءات مع بس كانت عن طريق ما كانش على الهوا كده لان هو كان رافض خالص انه يتقابل مع اي حد فلما حضرتك كلمتيني بقى فهو قال لي لا المره دي نروح حالتك يعني الحمد لله الحمد لله حبيبتي لا وبعدين انت يعني الحمد لله انت ما فيكش حاجه لا الحمد لله رب العالمين انت يعني بص انا يشوفك كده بني ادم طبيعي مفيش فيك اي اعاقه يعني انا لولا ماما قالت يعني نسبه بسيطه جدا 3% في رجلك انا ما خدتش بالي يعني الحمد لله الموضوع يعني عدى على خير معاك الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله ودي برضو يعني المفروض يعني كل الشباب والله اللي بيشوفنا بص الشباب زي الفل يعني برغم اللي حصل له قدر برضو ان هو يكمل المسيره ويقف على رجليه ويبدا يشتغل من اول بجديد في ناس سليمه كتير شباب سليمه جديد ما عندهمش العزيمه والاراده ده وانه حابب حتى يتحرك من على صحيح او ينزل يشوف شغل او كده صحيح الحمد لله الحمد لله هو قاسى كتير بس ربنا اللي كان بيصبره يعني الحمد لله هو برضو بركه دعائك يا مش ربنا يخليك ربنا يخليك الحمد لله ده من دعاء بابا ومن دعاء لي يعني الحمد لله رب العالمين ودعاء ست الكل ربنا يخليها لنا يا رب ويديها الصحه والعافيه واخواتي طبعا اللي وقفوا جنبي في محني كلها يعني كانت رحله عذاب طويله بس الحمد لله الحمد لله يا حبيبي يعني عدت على خير وان شاء الله كده ربنا يوفقكم بالتوفيق دايما يا رب شكرا جدا بنشكرك يا باشمهندس اسلام وسعيده جدا بالقائي معاك النهارده بنشكر باشمهندس اسلام محسن احمد موسى مهندس مدني شكرا لحضرتك والباشمهندسه شكرا ليك ربنا يخليك حبيبتي على اللقاء الممتع ربنا يخليك ان شاء الله لينا لقاء اخر ان شاء الله باذن الله شكرا لك حبيبي بنشكرك النهارده على اعزائي المشاهدين بنشكركم في الختام شكرا لكل الضيوف اللي كانوا نورونا النهارده باشمهندس اسلام باشمهندسه حنان وان شاء الله على وعد بلقاء اخر من خلال برنامجكم نور الحياه كانت معكم نير الخولي وبشكر كمان الفاشن ديزاين المتميزه جومانا فاشن شكرا لكم مشاهدينا كانت معكم نير شكرا في امان الله